هذا بعد من المرشحون لخلافة كابتن حسام البدري، وإحنا في وقت صعب، إحنا عندنا ماتشين في أكتوبر، في مطلع أكتوبر الجاي مع ليبيا، وبالتالي الدنيا صعبة، هنقدر إزاي نجيب مدرب؟ هل بنتكلم في محلي؟ هل بنتكلم في أجنبي؟ إيه معلوماتك كابتن سيف؟ أنا معلوماتي إن هو يعني في دلوقتي حيرة شوية ما بين مدير فني أجنبي أو مدير فني مصري. مدير فني أجنبي في اسمين بيتراوحوا ما بين باتشيكو وفييرا، مديرين فنيين الزمالك السابقين، يعني مدربين كويسين ليهم في الدوري الممتاز، عارفين معلومات كتيرة عن الكرة المصرية. في ناس برضو بتقول إن ممكن يبقى الاتجاه مصري، في حالة المصري ممكن يكون الأقرب كابتن حسام حسن، يعني حسب اللي الناس بتقوله أو التفكير. ولكن أنا من وجهة نظري أعتقد إن الوقت ما يسمحش بكده، واعتقد ان ممكن يكون في فتره انتقاليه يكون فيها بنجادة هو المدير الفني لاتحاد الكره دلوقتي، موجود، هو اوريدي موجود، وهو اوريدي متابع بقاله فتره مع الكابتن حسام البدري. بنجادة مدرب كويس، اعتقد انه ممكن يتولى لفتره انتقاليه، يخلص الماتشين الجايين، ويبقى بعد كده في فتره توقف يقدر يجي حد يشتغل بشكل كويس. ايه رايك في فنجادة؟ يعني فنجادة رايك فيه ايه كمدرب؟ فنجادة طبعا مدرب كويس، بس مش دي كل المقامات. المقامات كمان ان هو اللي في المطبخ بقاله فتره، يعني يقدر يدور المكان على طول من اول دقيقه، عارف المعلومات، متابع المنتخب، متابع الدوري المصري، متابع اللعيبه. لان احنا عندنا مشكله ثانيه، احنا عندنا مشكله اهم من كده. النهارده هتجيب اي مدير فني اجنبي، اي مدير فني اجنبي عشان يختار منتخب لازم يتفرج على ماتشات كتير في الدوري الممتاز. الدوري الممتاز خلص او الموسم خلص، الموسم الجديد احنا مش عارفين هيبدا امتى. يعني قرار اتحاد الكوره ان من بعد يوم 21 هيعلنوا الموسم هيبدا امتى، فممكن يكون في اسبوع او اتنين ممكن ما يكونش فيه من الدوري، ففرصه ان انت تبص على لعيبه هتبقى فرصه ضعيفه، فلازم تجيب حد اوريدي عالم ببواطن الامور، حد عنده خلفيات، حد قريب من الفريق. نفس فكرة بالظبط لما بيجي أي نادي يمشي مدير فني في توقيت صعب بيطلع المدرب العام. كابتن سيف؟ طيب الخط قطع. كنا بنتكلم على فنجادة، وهل فنجادة يصلح لقيادة المنتخب المصري. طب كابتن سيف، صحيح ممكن يكون عارف، هو يعني مطلع على اللعيبة، لكن في النهاية هو إنجازاته إيه؟ ده آخرها 2004 يعني مع الزمالك في الدوري، يعني قديمة قوي. قديمة طبعا، ولكن هو لو احنا جينا قيمنا ان هو مدرب كويس او مش كويس، لا هو مدرب كويس، هو راجل عنده رؤية، راجل كروية الحقيقة، عنده فكر كويس، يقدر يعني يمشي الفترة دي بالمنتخب بشكل جيد، لان الفترة قليلة جدا. يعني ان انت تيجي دلوقتي ممكن ان حد يتولى المسؤولية وما يكونش مصري، يعني مصري ممكن يكون قريب، اجنبي لا، هيحتاج وقت يشتغل. فاعتقد ان ممكن يكون فنجادة لو الاتجاه اجنبي هو ممكن يكون الافضل لحد ما يحصل تعاقد مع مدير فني. طيب انت يعني رايك بقى الكروي، بعيدا عن ان انت يعني بتقدم برنامج واعلامي كبير، انا عايز اعرف رايك الرياضي، من هو الاصلح الان؟ لو سيف زاهر الان عضو في اتحاد الكره وبيختار او بيرشح، هترشح مين كابتن سيف؟ والله يعني السؤال ده انا قعدت سنين كتيره في اتحاد الكوره، فرد السؤال ده لازم يكون من خلال رابطه اتحاد الكوره. اللي موجود دلوقتي المهندس احمد مجاهد هو اللي بقاله فتره قريب من المنتخب، هو اللي عارف مجموعه اللعيبه اللي موجودين، يقدروا يتعاملوا مع مدير فني مصري وعندهم علاقات كويسه معاه، ويقدر المصري ده يهندل معاهم، ولا هم في احتياج لمدير فني اجنبي؟ لان دي امور بتخضع لحاجات كتيره جدا غير الامور الكرويه. فحته المصري من الاجنبي دي ما تقدرش حد ياخد فيها القرار غير اللي قريب من الناس، اللي عارف المشاكل بقاله. احنا بره الاتحاد بقالنا حوالي سنتين، فمش عارفين دلوقتي الفكر بتاع اللعيبه ازاي. هل المرشح المصري لو قلنا مثلا كابتن حسام حسن، كابتن عبد جلال، القصه مع ايه؟ الموضوع ايه معاه جوه؟ اللعيبه نفسها فكرها ايه؟ فاعتقد من المميز ان اكتر واحد يقدر يرد على السؤال الاداره الحاليه اللي موجوده في الاتحاد الكوره. أنا بشكرك شكرا جزيلا على كل هذه المعلومات كابتن سيف زاهر، صديقنا طبعا والإعلامي الرياضي الكبير والمحلل الرياضي، وطبعا عضو مجلس إدارة اتحاد الكرة سابقا.